da. طبعا احنا اتبهرنا من الشغل، شغل اليد والجميل قوي، وشاب مكافح عنده 21 سنة عشان يشتغل ويقف في الشارع يصنع كل الشغل ده عنده، بيقول لك في البلد، ما اعرفش البلد بتاعته ايه، اما هو بيقول في البلد. هنسأله برضو البلد فين بتاعته على الجمال ده، شغل جميل جدا ده، شغل عايز بقى في اوروبا مش في اسكندرية ولا في مصر. يعني بسم الله ما شاء الله، شغل يده ممتاز جدا، شغل انا نفسي بتفرج عليه فخور بيه جدا. واحنا هنرجع نتكلم معاه تاني. حبيبي قلت لي اسمك ايه؟ اسمي حسين. حسين، حسين الله ينور على الشغل يا سحسه ده، ايه الجمال ده؟ نورك يا باشا. قلت له سحسه انت بتعمله فين الشغل ده؟ انا الشغل بعمله في بلدي. فين بلدك؟ بلد الفيوم. الفيوم؟ تمام. الفيوم تعمل شغلك بتيجي هنا؟ تمام، والصعيد برضه. اه. وبجيب شغله من النوبيين من الصعيد. لو الصعيد بيطلع الشغل ده احنا تحية للصعيدة كلها. من الأقصر أنا. أنت من الأقصر؟ من الأقصر وعلى فيومي كمان. ده بلد سياح كلها. حبيبي يا ريس، حبيبي. ده الشغل ده. يا باشا ده من ذوقك. إيه الحلاوة؟ ده شغل بقى حضرتك يدوي. ده شغل يدوي. كل الشغل اللي أنت شايفه ده شغل يدوي. شغل ممتاز جدا، نتكلم نتكلم وأنا بتكلم معاك. ده شغل يدوي حضرتك، عندنا شنط، عندنا برانيت كبيرة، عندنا أطباق فاكهة. عندنا حاجه اسمها عياشه زي كده حضرتك. تمام. دي قلت لي اسمها عياشه. دي اسمها عياشه. في صينيه كبيره زي كده حضرتك ملون، وفي عندنا صينيه ساده. تمام. في طبق عيش هنا حضرتك برضه. تمام. عندنا اطباق فاكهه زي كده صغيره، في اطباق كبيره برضه، في اطباق ساده، في عندنا حاجه زي نظام ايه، حاجه لازازه الميه تحط في العربيه. تمام. عندنا سخانات برضه للحاجه السخنه للبيت. تمام. عندنا طبق فاكهه ملون زي كده وطبق ساده حضرتك. عندنا شنط برضو، شنط حريمي برضو بنصنع الشغل ده. عامله كام الشنطه دي؟ الشنطه دي الملونه عامله 110. تمام. الساده لو انا فصلت معاك خدها كمل اخر. انا بصراحه ما بحبش ازعل حد. اه. اهم حاجه الزبون. لو مش عايز ازعل الزبون طلعها بكام دي؟ ممكن اطلعها ب 90 حضرتك. جميل. ب 80 على حسب. حته تحفه يا جماعه. شغل يده انتيكا. قول لي دي بقى ايه يا سحسه؟ دي خداش. ده شغل زي نظام شنطة بيحطوا فيها تليفونات، بيحطها في العربية. على حسب برضو. وعندي طبق فاكهة حضرتك هنا برضو. ومعظم الشغل كله عندي اهو. وعندي برانيت حضرتك. في برانيت بص رجالي كده. دي ببيعها ب 20 جنيه. جميلة جميلة. وشغل يدوي كله. كل ده شغل يدوي. انت فنان اساس. حبيبي يا ريس. سياسه انا اعتب لك فيها. وفي دلوقتي انت فنان. وفي عندنا حاجات ديكور برضو شغل لوبيين حضرتك. بص في حاجه زي كده بتحط في الشقه زي كده. عندنا حاجه زي كده برضو يا باشا على حسب. في شنط برضو زي كده. وعندنا اطباق. شغل كله يدوي. عندنا سبت غسيل برضو حضرتك. في سبت غسيل اسكندرانيه. عندنا تربو. في تربو برضو حضرتك 3 ادوار. وفي دورين. في صندوق كبير، في صندوق صغير. ده صندوق ايه يعني؟ شايف فيه حاجه وكده؟ اه. في 3 قطع، في اكبر، في اصغر، وفي على حسب. وعندنا سبت غسيل حضرتك. وعندي شنط برضو كبيره الضفيره العريضه. نزلالي كده سلسله. اهي يا باشا شنطه يدوي تحفه. ايه الجمال ده؟ سعرها كام شنطه جميله دي حضرتك؟ ببيعها ب 90. 90 جنيه. ايوه. ولو انا فصلت معاك خدها بكام؟ احسبها مثلا على 85 على حسب. يعني 75 ما تمشيش يعني؟ لا ما تمشيش، تخسر معايا. تخسر معايا. ايوه. جميله سحسه والله. الله يخليك يا باشا. تسلم ايدك بشغلك على الشغل ده. وبلون برضه. يعني الشنطه دي تلونها برضه. بلونها وبيعها على حسب برضه الشغل اللي بركبه لك. وانا فخور بيه. الله يخليك. فاحنا نساعد الشباب. اه واقف في الشارع. اه بس هو احسن بيشتغل. احسن ما يقعد على القهوه. احسن ما يطلب من والده عايز فلوس يقعد في البيت. بسم الله ما شاء الله يا شباب. الوقت. والشغل ده اصلا حضرتك شغل يعني شغل جدودنا. أوه. جدودنا اللي معلمانا الشغل ده. انت بتعلم جدودك. ايوه طبعا من ابويا وجدي. انت شاب مثل الشباب. الله يخليك يا باشا. واحنا فرحانين بيك قوي. هو معانا هنا الفنان، سالناه قال لك ده شغل يدوي.
معانا الشغل الانتيكا الفن الجميل جدا. الشغل ده الشغل ده يا سحس شغل يدوي. نعم. انت شاب زي الفل، عندك كام سنه؟ عندي 21. ربنا يديك الصحه شباب اللي واعد وده، برافو عليك. انت تعمل الشغل ده وبتشتغل بايدك؟ اشتغل بايدي يعني فعلا. الشغل ده بايدك انت؟ الشغل من البلد، اجيب الشغل اسافر على اسكندريه وابيعه هنا. بسم الله ما شاء الله على شغلك. الله ينور عليك السحس، والشباب كلها يا ريت تتعلم منك وتعمل حاجات يدوي وتشتغل شويه شغل انتيكا. انتيكا بصراحه يعني عندنا اطباق بكره، عندنا سبت غسيل. امين يا رب. تعمل حاجات بايديها. امين. بلاش بقى تقعد على القهاوي وبلاش الكلام اللي فيها ولا مش فيه شغل، الشغل موجود كافح وانت. لا هو الشغل موجود، اللي يشقى ويتعب ويجيب الجنيه. طيب انا عايز اقول لك حاجه سياسه. تمام. من هنا وانت واقف في الشارع بتعمل الشغل الجميل ده اليدوي. تمام. حته تحفه. تمام. يعني مش عايز امشي من قدام منها اهو، والمشاهدين هم اللي هيتفرجوا. تمام. انت سياسه كل الشباب ايه؟ والله هو الشغل مش عيب اصلا ولا حرام، وفي ناس يعني اللي بيشقى ويجيب الجنيه ده راجل زي الفل كده 100 100. اه يعني انت بس على الشاب ما دام يقعد على القهوه يشتغل ويجيب الجنيه بس يتعب. ربنا كلامك ازاي صوت. امين يا رب. اسكندراني يطلع. امين يا باشا حبيبي. سعيد وشرفت الصعايده حبيبي. تحيا الصعايده. تسلم يا ريس. سعاده ليك يا ريس. حبيبي يا باشا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.